بعد يظهر يما وجايبينها موراي. ربي سترني ربي سترني كاين تاني دعوة ما معايا. كنت روحي في الدوشي كيما جات تجي لا 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 يا خدمتي في الليل يا الرزق في الثقيل لا 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 يا أورو راه طلع 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 راه تبان لي قلع لا 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 يا ما عاونيني بدعوة بالك زهري الدواء لا 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 جيب احلى ماي صرفو ريماس برني الغربي ريحة ميوزك وليد نسيت لوين ما كانو كاع ليكيباج تونس تومون يا باي باي الحومة يا صلوا لي كيما الوليدة هنا يا مبقت قاعدة يا باي باي الحومة يا تصلولي كيما زولي الوليدة هنا يا مبقت قاعدة ربي سترني كاين تاني دعوة صبا معايا
هنا صغير شيل الدنيا صغير دي عمري هنا نجري يا حياتي نجري هنا نجري هنا صغير شيل الدنيا قلبي برد على البلاد على الفاميليا وعلى صحبة وراح تبلي لي الهربة هي صمد بيع القلوب تحلت ومبقات محبة وتحسب رانا في غربة قلبي برد على البلاد على الفاميليا وعلى صحبة وراح تبلي لي الهربة هي صمد بيع القلوب تحلت ومبقات محبة وتحسب رانا في غربة ولا خدمة لا مرياش سكن دور لباش ندبر وحدة أجنبية ايه ودير لي الجنسية ايه يبدل لي ماش مكنش شدي قطاش باي باي الميزيرية ولا تهلا في والدية ولا خدمة لا مرياش سكن دور لباش ندبر وحدة أجنبية ايه ودير لي الجنسية ومبدل لي ماش مكنش شدي قطاش باي باي الميزيرية ولا تهلا في والدية قلب برد على البلاد للفاميليا وعلى صحبة وراح تبلي هي الهربة هي صمد دقيع القلوب تحلت وبقات محبة وتحسب رانا في ضربة يلا سمو سمو بنعيش بهدوء في ولدها بطيب وبنعيش عيش الفلو يا بالزير ويوقفو تبعد هنا يا بنوك من عقلك يكثر شوك تهبل ولا يباصوك يا حي ويتفلو بنعيش بهدوء في ولدها بطيب وبنعيش عيش الفلو يا بالزير ويوقفو تبعد هنا يا بنوك من عقلك يكثر شوك تهبل ولا يباصوك يا حي ويتفلو قلبي برد على البلاد للفاميليا وعلى الصحبة راح تبلي هي الهربة ايه هي صمد بيع القلوب تهلت بطات محبة تحسب رانا في غربة قلبي برد على البلاد بس عليكم الشكر عمدة مرحبا بك بيناتنا ترجع بحذانا بعد السكسي اللي عملته من هنا الانطلاقة لهنا كانت برشا اكتشفوك صحيح. وبرشا تبعوك والحقيقة كانت حتى ردود الأفعال من لهنا للباج متاعتو لزنا حتى العباد في الشارع طلبوا انك باش تعاود تجي دونك مرحبا بك بيناتنا عماد الراي مرحبا لحظة يا فيصل عشخوية مرحبا بيك عماد لك الوقت تفكر ذيك خلنا نفكروا العباد رأي الحكاية أنكور لحظة بارك نتكلم الغنية قاعدة تحذر وقاعدين خويا جولة بيه صاحبي وإن شاء الله باش تكون مفاجأة الموسم قديش وتحذر قدور والله يشوف فما مكتار توزيت جي الكونفينمون اللي جونا في سبس لا لا إن شاء الله قاعد اسم اسم أنا ويا عازمين معناها عاقدين العزم إنه باش تخرج حاجة بيه وإن شاء الله حاجة بيه مرحبا بك عمده مره اخرى دونك تهنينا على الديو هذايا دونك جديدك كنا نسمع هذا جديد ولا هذا لا جديد مازال في القريب العاجل ان شاء الله كالعاده معناها هذا هو جونا تيوتي والراي ديما نحفظوا في جديد ديما طوندونس ديما مواكبين ساعات نحضروا حتى اغنيه عندها جمعه ماكسيموم عندها 15 يوم حاجه تبدا جديده نحضروها هو قاعدين نحفظوا نحضروا ونعملوا في 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 كارير وفي باجاج ولا كي تبدا تغني الغنية تشيخ ونشيخ عليها الناس كل ونشطح عليها الناس كل لكن الكلمات تحسها ياسر قوية أما ما
ساعة ما نفهموش شنو هو قاعد يقول. لا فايزل راهو كي تركز هو رغزة سامحني ما هو الموزيكا جا الموزيكا ياخذك أمانة صدقني الكلام يعني قاعد نسمع فيه بالواحد انت لازمك تركز معاه بحكم ارتيست بطبيعة تركز على الكلام كلمة كلمة. ايه مثلا كلمات الأغنية الأولى اللي غنيناها. الأغنية الأولانية أورو راه طالع راهي الأورو طالع بيان سور. ايه راه تبان لي القلع لا 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 ياما أعاونيني الدعوة بالك ظهري الدواء لا 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 لا. ما احلاها والله الكلمات الجزائريه راه طالع بيان سور وليه وعندها معنى اقتصادي زاد تدعي بالخير للاقتصاد شي داعي صحيح والله عندها معنى اقتصادي اللي راه طالع في بالك الجو هذا بتاع الاغنيه اللي كان يغني فيه خونا عماد انا وريت كلمه ما توقفوش يقعد نهارين وفي المقاطع ورا بعضها اي صحيح نجم عندي لك ليله كامله لو حد عليك خويا اشكوي ربولي كيف كانت فما برشا تفاعلات من القصرين من بينهم صديقي عمر مدير مهرجان سبيتلا لطفي لا عمري وي عمري اي دونك وجه لي ميساج وخلي برافو على استضافه عماد الراي ويحبك برشا ويتبع فيك الحقيقه ويشجع فيك برشا باش يشوفوك في المهرجانات ان شاء الله ان شاء الله.